منذ انطلاقة عام 2016 تمكن برنامج أطفال بلا مأوى من عمل تدخلات لإنقاذ ودمج الآلاف من الأطفال في مؤسسات رعاية الأطفال بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم أو دمجهم مع أسرهم. أحدث الإحصاءات تشير إلى تمركز الأطفال الذين ليس لديهم مأوى في 10 محافظات من محافظات الجمهورية، وهي الأعلى كثافة، تتصدرها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والشرقية والإسكندرية. ويهدو برنامج أطفال بلا مأوى إلى حماية أطفال الشوارع بالإضافة إلى تقليل نسب تسربهم للشارع من خلال إيجاد آلية مستدامة للرصد وزيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الأطفال بلا مأوى. وتتعدد أسباب انتشار هذه الظاهرة، ويأتي في مقدمتها العنف الأسري أو المشكلات الأسرية والمخدرات والظروف الاقتصادية أو زيادة نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرا. وتعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر التي تمثل أحد الإشكاليات التي تواجه التنمية في مصر، كونها نتاج لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تمثل عائقا نحو مراحل الانطلاق والنمو. ورغم جهود الدولة المصرية في القضاء على مشكلة أطفال الشوارع من خلال إطلاق برنامج أطفال بلا مأوى، يبقى تصنيفات أخرى تتمثل في أطفال التسول والأطفال العاملة، وهو ما يشير إلى استمرار الظاهرة التي تحتاج إلى تكاتف الجهود المجتمعية لإيجاد حلول جذرية لها. طيب، أطفال بلا مأوى برنامج انطلق من 2016 أو الشرارة الأولى انطلقت 2014، احنا عايزين نعرف البرنامج ده حقق ايه، بيشتغل ازاي، ايه المستهدف من وراه. انا برحب بالاستاذ حازم الملاحي المتحدث الرسمي باسم برنامج اطفال بلا مأوى. مساء الخير يا استاذ حازم واهلا بيك. انا عشان ما استغرقش قوي وقت في اسباب انتشار الاطفال في الشوارع، يعني اسباب الظاهره ممكن تكون متشعبه نقعد نحكي فيها كتير، لكن مهم العلاج بقى، لان هو العلاج ده هو اللي دلوقتي اهم. اولا، انتوا بتشتغلوا في كام محافظه، وليه اخترتوا المحافظات دي عشان تشتغلوا فيها؟ طيب، هو احنا يمكن بنشتغل في حاليا 13 محافظه. يعني كان في مسح اتعمل في 2014، المسح ده اظهر ان في 10 محافظات الاكثر كثافه لتجمعات الاطفال، كانت القاهره والجيزه والقليوبيه والاسكندريه والمنوفيه والشرقيه والسويس وبني سويف وقصر المنيا. دول 10 كنا شغالين فيهم اول ما بدانا. بدانا نتوسع في خلال العام الماضي في عدد من المحافظات عشان نقدر نوصل لاكبر قدر ممكن من الاطفال. نشتغل كمان حاليا في الفيوم، نشتغل في بني سويف، نشتغل في طنطا، ولسه برضو حاليا بندرس اللي احنا ممكن نتوسع في عدد في محافظات تانية. طبعا صعب قوي ان احنا نقدر ندي فجر او نقدر اعداد الاطفال اللي بلا مأوى قد ايه، لكن انتوا بتتحركوا ازاي او بتشتغلوا ازاي من سنه 2016 لحد دلوقتي؟ طريقه الشغل ايه؟ شوف حضرتك، احنا عندنا في 17 وحده متنقله بتجوب الشوارع زي الاتوبيسات اللي احنا شفناها في التقرير. صحيح. من خلال فريق مدرب على اعلى مستوى. هذا الفريق تم اختاره بعنايه، يمكن اعلنا في الصحف بحاجه المجموعه من الاخصائيين، تقدم حوالي 3000 اخصائي عشان نقدر نختار افضل العناصر. تم تصفيته اكتر من مره عشان نختار المجموعه. بتعمل لهم يعني انترفيوهات امتحانات عشان تشوفوا قدرتهم فعلا؟ صحيح، لأن على هم كمان دول اللي هيتعاملوا مع اطفال في الشارع. فهم دول اول زي ما بيقولوا كده اول المفاتيح للتعامل مع الاطفال في الشارع. وبالفعل تم التعاقد معهم، وكمان تم تدريبهم تدريب نظري وتدريب عملي، وده بالتعاون مع المجتمع المدني. ساعدونا كتير ان ازاي نطور قدراتهم وان ازاي يبقى في تدريب ليهم عملي وتدريب نظري. بداوا يشتغلوا وينزلوا في ارض الميدان. وده من خلال خطه موجوده بالتجمعات للاطفال. احنا يمكن المسح اللي اتعمل في 2014 حدد لكم المناطق اللي فيهم الاطفال، حوالي 2500 نقطه تجمع بتمركزوا طبعا بنسبه كبيره في القاهره والجيزه والقليوبيه القاهره الكبرى وعدد من المحافظات. بدا الفريق ينزل على الارض ويشوف هذه التجمعات. طبعا بمرور الوقت بدا يبقى في تجمعات جديده، بدا في اماكن جديده. لان الفريق حاليا موجود في الشارع بشكل يومي، في خط سير بيرصد كل الشوارع كل الميادين، بيبدا ان هو يتواصل مع اكبر قدر ممكن من الاطفال. طيب انا عندي كذا سؤال. اولا، الفريق اللي بينزل بيلاقي تجمع لاطفال واضح ان هم ما عندهمش مأوى او حالتهم صعبه وموجودين ومتواجدين في الشارع، بيعمل ايه؟
فورا الفريق بينزل على طول للاطفال بيبدا يتكلم معاه. لو الطفل عنده الرغبه ان هو ينتقل لدار رعايه فورا، الواحده المتنقله بتقوم واخده الطفل على طول، بيتم نقله الى احدى المؤسسات. احنا يمكن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تم تطوير 6 مؤسسات رعايه كبيوت امنه تقدر تقدم الحمايه والرعايه للاطفال. في مؤسسه في القاهره فتيات وبنين، في اسكندريه وفي الشرقيه وفي المنيا. هذه المؤسسات مؤهله لاستقبال الحالات فورا. كمان تم رفع طاقه الاستيعابيه ليها، يعني احنا بشكل يومي كمان لو في اي بلاغات بنقدر كمان نتعاون معاها ونقدر كمان نقدم الخدمه ليها. اصبحت المؤسسات كمان ان هي اجنب المدرسه، بقى في كمان فصول مدرسيه داخل هذه المؤسسات، وده بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. في مدرسين موجودين بشكل يومي موجودين في هذه الفصول حسب اعمار الولاد طبعا الموجودين في المدرسه. مش كده وبس، كمان الاطفال اللي موجودين بيتم التحقهم بمدارس حكوميه بيذهبوا ليها وبيرجعوا تاني للمؤسسات. كمان تم استحداث بعض الورش داخل هذه المؤسسات زي ورشه موسيقى ورشه رسم عشان ينمي مهارات الابناء، لان فكره ان احنا يبقى في وقت فراغ يقدر ان هو يستثمره في المؤسسه. كمان في برنامج يومي عشان نقدر فعلا الاطفال يتم استثمارهم بشكل جيد ويبقى عندهم كمان مهارات يقدروا يعبروا عن نفسهم بيها. عدد المؤسسات والطاقه الاستيعابيه للاعداد على مستوى كل المحافظات اللي حضرتك اتكلمت عنها دي قد ايه؟ ولا بيكون في تعاون مثلا مع منظمات مجتمع مدني بتوفر برضو مساحات او مؤسسات لاستيعاب الاطفال؟ شوف، هي الوزاره في 21 مؤسسه تابعين للوزاره، دول منتشرين في المحافظات بيقدروا انهم يقدموا الخدمه للاطفال. بالاضافه الى ذلك عندنا في جامعات اهليه في تعاون كبير معاها عشان نقدر يبقى في بروتوكول تعاون وكمان بقدموا خدمه للاطفال، لان في الحقيقه هذه الظاهره تحتاج تضافر كل الجهود، تحتاج تضافر وزاره التضامن بالاساس وكمان المنظمات الدوليه والجمعيات والمهتمين بهذا الملف. الاطفال بيبقى عندهم قد ايه او نسبه قد ايه تقريبا يعني بيبقى عندها فعلا الرغبه ان هي بدل ما هم قاعدين في الشارع ان هم يروحوا يقعدوا في المؤسسه؟ شوفي، هو جزء من عمل فرق الشارع هو ان يفضل مع الاطفال ويحاول يقنعهم ان هم بالساهل يعني الموضوع بياخد وقت كبير. بمناسبه ممكن اخصائي يقعد يقنع في طفل 3 شهور، ممكن يقنع فيه 6 شهور، لان الفريق مش بيزور مره المكان وبيمشي، لا بيكرر الزيارات بشكل مستمر، وكل مره بيبقى لاقي زاويه معينه يقدر يتكلم فيها مع الاولاد. صحيح، وكمان واحده متنقله، هي كمان واحده جاذبه. لو شفنا حتى الصور شكلها جذاب، الصور الخارجيه صور حقيقيه من داخل المؤسسات، وده كان مهم جدا علشان نقدر نقنع الاطفال ان وجودهم في هذه المؤسسات هيكون افضل من وجودهم في الشارع، ويجوا يجربوا بنفسهم، تعالى وجرب وتعالى وشوف. طيب معظم او في جزء كبير من الولاد اللي بتكون موجوده في الشارع، هل بيبقى في مثلا بحث لحاله الطفل؟ لانه ربما يكون ليه اهل فعلا وللاسف الشديد مع فقر او ظروف بعينها، ممكن الاهل هم اللي يدفعوا بالطفل انه يروح بهدف التسول مثلا، شايفين ان ده هيجيب لهم دخل. طيب شوفي، هو في مكون في البرنامج اسمه اداره الحاله، مجموعه من الاخصائيين بيعملوا في هذا المكون. دورهم الاساسي التواصل مع الاسره، يشوفوا الاسباب اللي خلى الطفل في الشارع، هل ليه اسره ملوش اسره، يبداوا يشتغلوا بقى بشكل كبير على الاسره. بيشوفوا الاسره ايه اللي خلى الابن نزل الشارع، لو الاسره غير مؤهله لاستقبال الابناء بيتم الحق الابناء في المؤسسات لحين تاهيل الاسره. ساعات بيكون في بعض اوضاع في الاسر ما تقدرش ان هي تربي ابنائها او تقدر تقدم الحمايه ليهم، وبالتالي ساعتها بيفضلوا موجودين في المؤسسه. بيبدا بنشوف بقى، بنشتغل على الاسره، بنشوف الخدمات اللي ممكن نقدر نقدم لها للاسره. نبدا بنشتغل، لو السيده مثلا موجوده ومحتاجه مثلا بعض الخدمات، مشروعات صغيره، لو في مثلا محتاجه خدمات اللي موجوده في الوزاره ممكن نقدمها لها، لو ما عندهاش معاش والشروط تنطبق عليها تلحقوها ببرنامج من برامج الوزاره نقدر نساعدها. وده مهم جدا يكون في ربط ما بين برامج الوزاره عشان نحسن دخل الاسره، عشان نقدر ان احنا نعالج المشكله من جذورها، لان احنا لو ما قدرناش نعالج المشكله من جذورها تظل المشكله قائمه. في بعض الاحيان وده بيحصل في دول كتير بيكون في يعني زي مافيا مع الاسف لتشغيل الاطفال او الاولاد، سواء في التسول او في اي حاجه إيليجال او اي حاجه غير قانونيه. ده برضو بيصادفكم اثناء تجولكم داخل المحافظات؟ ده موجود في بعض الاماكن، ده بيتم التنسيق فيه مع وزاره الداخليه. احنا
احنا يمكن في منسق من وزاره الداخليه لاطفال بلا ماوى بيتم التنسيق معاه في مثل هذه الامور. كمان مش كده وبس، كمان بيتم التنسيق في مديريه الامن علشان يبقى في ترابط ما بين حساب الشرطه وما بين الوحدات المتنقله، ويبقى في دايما تعاون بشكل كبير. وكمان بيحصل ايه بقى؟ بتوصلوا مثلا اللي بيدير تم شبكه استخدام الاطفال من خلال منسق وزاره الداخليه. تم عمل اكثر من لقاء في مديريه الامن لشرح برنامج اطفال بلا ماوى والوحدات المتنقله وبتعمل ايه، علشان بعد كده يبقى في تنسيق لو في وجود اطفال في الشارع وذهبوا لاسام الشرطه، ساعتها بيتم التنسيق مع الوحدات المتنقله بتذهب فورا لاسام وتقدر هم تنقلهم للمؤسسات. طب بالتجربة، السبب الرئيسي اللي ممكن يخلي طفل يتواجد في الشارع بالتجربة من الحالات اللي انتوا قدرتوا ان انتوا تنقلوها للمؤسسات المختلفة؟ هو في اكتر من مشكلة موجودة. طبعا رقم واحد ارتفاع نسبة الطلاق، في طبعا اسر كتير بيسلموا ولادهم المؤسسات وبينزلوا الشارع، ده جزء اساسي. الجزء الثاني خاص بممارسات العنف تجاه الابناء ضد الاطفال، ضد الاطفال ده برضو موجوده في المجتمع. كمان الفقر برضو ده في تم رصده من خلال فرق الشارع، ان الاسره ما عندهاش مصدر دخل، فباسهل طريقه ان هم ينزلوا اولادهم للشارع ويستجدوا المواطنين. يعني دول كمان بالاطفال في حالات كتير بيبقوا محتاجين تاهيل نفسي بقى اللي تعرضوا للعنف مثلا. طبعا، وده من خلال بقى الفريق اللي موجود داخل المؤسسات بيقدر بقى يعمل برامج تاهيليه للابناء. واحنا جالنا حالات كتيره جدا، وانا بدعو حضرتك ان نشوف الحالات دي. احنا كان في حالات كتير موجوده في الشارع تم نقلها لدار رعايه، وضعهم اختلف تماما، موجودين بتلقوا الحمايه والرعايه الكامله داخل المؤسسات. هو ده فلسفه البرنامج اللي احنا بنشتغل على مسارين، الا وهو الدمج داخل الاسر او الدمج داخل المؤسسات. دول المسارين اللي بنشتغل عليهم. عندنا اساس هو الدمج داخل الاسره، بنحاول نشتغل على اسره رقم واحد. في حاله تعثر وجود الاسره او ما فيش اسره، ساعتها بيكون الحل الثاني والخيار الثاني اللي هو موجود في المؤسسه. بيتم انتوا بتستوعبوا او بتستقبلوا اطفال من سن كام لكام؟ انا فهمت كمان من حضرتك انه في مؤسسات للبنين ومؤسسات للبنات. صحيح، احنا بنشتغل من 6 سنين لغايه سن 18 سنه. نستقبل البلاغات، عندنا في خط ساخن الخاص بالوزاره بنتلقى فيه البلاغات. الخط الساخن 1-6-4-3-9 1-6-4-3-9 نشوفه كمان معانا على الشاشه. بنتلقى فيه البلاغات بشكل يومي، لو شفنا اي اطفال موجودين في الشارع بنتصل فورا على هذا الخط. الفريق اللي موجود اقرب وحده متنقله بتذهب فورا لتلقي البلاغ. اللي انا كمان عايز اوضحه برضو اللي احنا محتاجين يبقى لينا دور ايجابي كمواطنين، فكره لو انا عايز اتبرع او انا كمان عايز اساعد هذه الحالات، فكره ان ادي فلوس في الشارع للحالات دي، انا كده بعزز وجودهم في الشارع. ودي نقطه برضو مهمه قوي يا استاذ حازم، عايزين نوضحها، لانه في مع الاسف الشديد اهالي كتير بيعتمدوا ان هم يبقى خلفتهم كتير او بيخلفوا كتير، يقول لك ده بيجيب لي دخل لما بسيبهم في الشارع يتسولوا، ولانه التسول ده بيبقى الحصيله بتاعته اكبر من الصرف على الطفل نفسه. صحيح، عشان كده احنا دايما بنقول للمواطنين وبنرحب ونشجع المواطنين ان هم يكون لهم دور في المؤسسات. ممكن اي طفل شافوه ممكن ياخدوه ويذهبوا بيه اقرب مؤسسه ويتم التبرع ليه داخل هذا المكان في اجراءات واضحه وصريحه، عشان كمان يبقى نقلل وجود الاطفال في الشارع. لكن طول ما احنا ندفع فلوس، طول ما انا بديله فلوس هو يفضل في الشارع لانه ده مكسبه اكتر. صحيح، وحتى لو في سيدات احنا ممكن نساعدهم ببعض الخدمات، ممكن نساعدهم ان هم ما يفضلوش في الشارع ويكون لهم مكان افضل من اللي هم فيه. بعد سن 18 سنه ايه المأمول او ايه المنتظر للدمج الولاد اللي عدوا بقى 18 سنه؟ دي بقى مرحله مهمه جدا، وده على المجتمع دور كبير قوي. فكره الدمج في المجتمع مره اخرى، احنا الابناء بتفضل في المؤسسه فتره مؤقته. الابن اللي في التعليم بيفضل لغايه لما يعني لو عنده رغبه ان هو يكمل تعليمه فبيفضل لغايه لما ينتهي من بتساعدوه انتوا ان هو يلتحق بالمدارس. بالمدارس او الجامعات، احنا يعني عندنا كمان ابناء ثانوي في الجامعه ويمكن ده شيء ايجابي طبعا. لو بيروح بقى يحضر في الجامعه ويرجع على المؤسسه. تمام، في حاله بقى ان خلاص الابناء اكتفى بتعليم معين او مرحله معينه، ساعتها بيبدا هو بقى يختار طريقه. بيكون في دفاتر توفير للابناء داخل هذه المؤسسات. هذه الدفاتر بيتم ضخ فيها اموال. لما الابن بيوصل لمرحله هو عايز يتخرج من المؤسسه بيتم الحصول على هذا الدفتر ويبدا هو يشق طريقه. واللي انا عايز اقوله كمان ان المجتمع عليه دور مهم جدا، فكره الصوره الذهنيه السلبيه
وفكره تقبل هذه الفئه مره اخرى في المجتمع. لان كل هذا الجهد لو ما حصلش تقبل من المجتمع وتم تمجهم فكل هذه الجهود هتبقى ما تحققش طبعا. يعني المجتمع يتقبل رجال اعمال كل دور مهم جدا ان هم يقدروا يساعدونا ان احنا نقدر ندرب نقدر نشغل بعد ما نتخرجوا من المؤسسه. المجتمع المدني كمان له دور مهم جدا في التدريب وان هم كمان ياهلوهم لسوق العمل وكمان المجتمع يتقبلهم. ده بقى اللي محتاجين نغير الصوره الذهنيه السلبيه. لان ازاي نعمل بقى الموضوع التوعيه ده يا استاذ حازم؟ يعني انه لما يبقى طفل في مدرسه وقاعد جنبه في الفصل طفل تاني بيتعلم زيه زيه وقد يكون كمان يفوقه في الشطاره مثلا او التفوق بس ده بيروح المؤسسه ما بيروحش الاسره زي الطفل اللي جنبه. ازاي هو يتقبله؟ ازاي ما يبقاش في عمليه تنمر داخل المدارس وادعى بقى كمان في الجامعات؟ يعني هو ده جهد ده جهد مشترك. يعني محتاج المجتمع المدني يكون له دور كبير قوي في حمايه التوعيه. الاعلام له دور مهم جدا ان هو يقدر يطلع القصص الناجحه اللي هي يبين فيها ان دول اطفال محتاجين اهتمام محتاجين ان هم يبقوا جزء من المجتمع هم مش مجرمين. لان للاسف الصوره الذهنيه المتاخده عن الاطفال بلا مأوى ان هم مجرمين وان هم مذنبين. ويعني يمكن كتير جدا من المتطوعين وبعض المبادرات والزيارات والوفود لما بيقابلوا الابناء في المؤسسات بيبقوا بيحصل لهم استغراب واندهاش. هم دول اطفال؟ فده قد ايه بيغير الصوره الذهنيه وقد ايه لما ناس كتير بتزورهم في المؤسسه بيبدا بقى يتكلموا عنهم لا دول زينا زيهم. هو يمكن ممكن اكون مكانه وهي ظروفهم الصعبه وصلته اللي هو ده هم ضحايا مش مجرمين. عشان كده الاعلام عليه دور مهم جدا ان هم يعني يوضحوا الجهود دي يبرزوا كمان قصه النجاح اللي موجوده ويقولوا ان هم دول اطفال هم دول ولاد مصر. هو مهم قوي كانت البدايه زي ما كنا بنتكلم في بدايه حديثنا انه يختفي مصطلح اطفال شوارع لانه ده انا مش ده مؤذي جدا طبعا قاسي يعني جدا جدا بالنسبه لهم. يعني هو طفل بلا مأوى يعني تعثرت بيه الحياه فما بقاش عنده مأوى واحنا وفرنا لك او الدوله يعني وفرت لك المأوى. برضو تغيير المصطلح ده شيء مهم طبعا. يعني ده مهم جدا وانا شايف ان حتى في وسائل الاعلام بدا المصطلح يبقى موجود وده مهم جدا عشان حتى الاطفال بيتاذوا كتير من هذا المصطلح. عشان كده احنا قلنا اطفال بلا مأوى ده يبقى معبر جدا ليهم. ايه اللي بيأملوا الاطفال داخل المؤسسات بشكل عام يعني من خلال تواجدكم معاهم بيبقوا هم ايه الصوره الذهنيه اللي عندهم شايفين مستقبلهم هيمشي ازاي؟ شوف حضرتك هو التحدي اللي بيقابلهم نظره المجتمع الخارجي خارج الصور. وانا عشان كده المؤسسات حاليا بقى في انفتاح ان احنا بنعمل انشطه كتير داخل المؤسسات بندعي فيها قيادات المجتمعيه بنعمل كتير انشطه خارج المؤسسات بندعي فيها الاطفال وبعض القيادات بحيث ان يبقى في يحصل الدمج يبقى الرهبه اللي موجوده ما بين المجتمع والاطفال تزول. وده محتاجين شغل كتير جدا في الفتره الجايه علشان ده بيفرق معاهم وده تحدي كبير ومحتاج وقت لان عشان نغير الصوره الذهنيه وعشان المجتمع يتقبل الفئه دي محتاج شغل على المدى البعيد. ابرز نشاط او ايه القادم ايه الجديد عندكم في المؤسسات؟ في المؤسسات احنا حاليا بندرب الاخصائيين. احنا يمكن النهارده بادئين المرحله الثانيه من بناء برنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات. احنا ما اهتمناش بالبنيه التحتيه فقط لا احنا كمان اهتمينا بالعنصر البشري اللي هو بيقدم الخدمه للاطفال. بندرب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كل من له علاقه بالاطفال داخل المؤسسات بيتم تدريبه. هنعمل كمان تدريب اخر للاطفال يبقى في برلمان للطفل عشان يبقوا شركاء في المؤسسه لان بيتكلموا يعبروا عن نفسهم. هيكون في لقاء بشكل مستمر مع مسؤولين عن المؤسسات في الوزاره عشان يشوف رايهم ايه في الخدمه المقدمه ازاي نطور عشان يشركهم في صنع القرار. لان هو لما يحس ان ده بيته وان هو ليه راي في المكان اللي هو فيه في اختياراته في الاكل في الالوان في الاماكن ده هيبقى ليه مردود ايجابي بالنسبه له. اخر حاجه كنت بتقول لي انه برضو في توجه من الدوله انكم تدمجوا كمان او تدخلوا في برنامج تاني لكبار السن اللي برضو ما بيكونش ليهم مأوى. يعني يمكن في الشتاء الماضي بدانا نشتغل على كبار السن وبدانا نتعامل معاهم وعندنا برضو في مؤسسات تابعه للوزاره. عندنا في 7 مؤسسات خاصه برعايه الكبار بلا مأوى. احنا برضو بنحب نقول كبار بلا مأوى عشان برضو الكلمه الثانيه ممكن برضو تضايق بعض الناس. عندنا في مؤسسات وعندنا كمان في جامعات اهليه بتعاوننا في هذا الملف واحنا ان شاء الله كمان بنستعد قبل دخول الشتاء ببعض الاماكن اللي نقدر نقدم فيها الخدمه لاهالينا من كبار بلا مأوى.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حازم الملاح المتحدث باسم أطفال بلا مأوى، شرفتنا يا فندم جدا. طيب الشكر دايما بيكون موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات من القاهرة. بعد الفاصل حكمة عبد الحميد هتقدم لكم قراءة في صحف الغد. إلى اللقاء.